حصاد الجنوب، أهلا بكم. أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المحفد بمحافظة أبين اليوم السبت توزيع السلل الغذائية الرمضانية على الأسر المحتاجة والأشد فقرا بالمديرية، وذلك برعاية الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس ودعم الأشقاء في دولة الإمارات. عملية توزيع شملت في اليوم الأول 18 مركزا بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 1500 من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مناطق المديرية. قرر قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف نهائيا سفر المعتمرين بالسائرات الخاصة بجميع أشكالها بدءا من يوم غد الأحد. القطاع أشار في بيان له اليوم إلى مذكرة هيئة النقل البري بمنع تفويج المعتمرين عبر السائرات الخاصة جراء تسببها في عودة الازدحام لمنفذ الوديعة البرية. رست سفينة الحاويات AE Blue Nile اليوم السبت في محطة الحاويات في ميناء العاصمة عدن فور وصولها ودون الانتظار في المطاف، إذانا بعودة نظام دخول ومغادرة السفن كما كان قبل بدء الحرب. ودعت سلطة الميناء الوكلاء الملاحيين إلى تعميم الإجراءات الجديدة على ملاك ومشغلي السفن والراغبين بارتياد الميناء للحصول على خدمة التموين بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل قم البحارة. رياضيا، بلغ فريق شباب المعلى ربع نهائي دوري الهوكي الرمضاني بكريتر. تأهل شباب المعلى جاء بعد فوزه على فريق النعمي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت في إطار منافسات الدوري الثاني من البطولة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.